الجهاز طبعا بتاع المنتخب الوطني الاول اكتمل خلاص، قلنا طبعا كيروش طبعا هو المدير الفني، جايب معاه اتنين مساعد واحمال او مخطط احمال ومساعد، يعني المهم معاه اتنين مؤكد دول هيبقوا جناحيه. خلينا نكون واقعين، دايما الخواجات لما بيجوا بيحبوا قوي يشتغلوا مع الناس اللي اشتغلوا معاهم طبعا، واي مدير فني حتى هنا في مصر او غيره تبص تلاقيه الجهاز بتاعه معاه في اي حته، بيستريح لهم، عارف طريقتهم، هم فاهمينه، عارفين اسلوبه، فده امر طبيعي جدا جدا جدا. ولكن ايضا معاه مدربين مصريين على مستوى عالي جدا، معاه كابتن ضياء السيد مدرب كبير فيش كلام يعني، وتولى تدريب المنتخب وحاجه عظيمه جدا، وايضا معاه الكابتن محمد شوقي، وده خامه عظيمه تدريبيا وعنصر جميل وعلى خلق رفيع ومحبوب من الجميع، وطبعا الاسطوره والسد العالي الكابتن عصام الحضري لحراسه المرمى، والكابتن وائل جمعه الخلوق مدير للمنتخب، ومحمد صلاح مدير اداري، مع استمرار الجهاز الطبي بقياده الدكتور محمد ابو العلا، وبيضم مع احمد مطر ومصطفى صدقي للعلاج الطبيعي، وبدر امام اخصائي التاهيل، ومحمد احمد محمود اخصائي التدليك، على ان يضاف الى الجهاز الطبي احد الخبراء البرتغاليين اللي هيتم استخدامه بمعرفه المدير الفني مع مساعد مدرب ومحلل اداء زي ما قلت لكم. يعني هو كمان الراجل كروش عنده حد بيثق برضه فيه وعارف ان هو شاطر في الحته دي فهيجيبه. ده فيما يتعلق بالتشكيل النهائي لطبعا المنتخب الوطني.